كل التحيه ليك يا استاذ ابراهيم، كل التحيه للباشمهندس عادل القيعي. انا مستمتع بالوصف الباشمهندس لهدف مجدي قفشه. طبعا قيمه الهدف واهميه الهدف، انا مستمتع جدا بكلام الباشمهندس عن وصف هدف مجدي قفشه. طيب فاروق، حطنا بقى في الصوره الكامله من احوال البعثه، حالات اللاعبين، كل الترتيبات اللي عندك، اخر المستجدات ايه؟ اتفضل. طبعا استاذ ابراهيم، انت عارف احنا قدرنا في النادي الاهلي طبعا سريعا بنقفل الصفحات وبنبدا صفحه جديده وبنبدا تحدي جديد وبنبص لبكره، والكابتن الخطيب دايما كان بيقول للاعبين بكره بتاعنا يعني بطوله جديده وتحدي جديد. المشوار وبدايه مشوار البطوله العاشره بمشيئه الله بينطلق من النيجر من نيامي. لو هنلخص يعني وصول بعثة فريق النادي الاهلي على متن طائره خاصه، وكان من القرارات المهمه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي يعني حضور الفريق الى النيجر على متن طائره خاصه، امر من الامور المهمه جدا، يعني لقى استحسان الكثير من يعني كافة أفراد البعثة سواء الجهاز الفني واللاعبين على قرار مجلس الإدارة. كان الوصول لمطار ديوري هماني بنيامي بالأمس في تمام الساعة 8:30، ثم سريعا استقال اللاعبين الحافلة، وكان موجود في استقبال بعثة فريق النادي الأهلي معالي السفير نبيل مكي سفير جمهورية مصر العربية بدولة النيجر ومسؤول السفارة، اللي كانوا حريصين على التواجد، وبعض أفراد الجالية المصرية العربية على التشريف والترحيب بالنادي الأهلي وأيضا إنهاء كافة الإجراءات. سريعا تم الانتهاء من الاجراءات والتوجه الى مقر اقامه الفريق بنيامي اللي بيبعد عن المطار ب 10 دقائق. سريعا تناول اللاعبون وجبه العشاء، ومن ثم كل لاعب صعد لغرفته وبدا التحضير لليوم الجديد. اليوم بدا النهارده استاذ ابراهيم عن وجبه الافطار اللي كانت في تمام الساعه 9 صباحا، ثم المسحه الطبيه وحضور المراقب الطبي الخاص بالاتحاد الافريقي واجراء المسحه الطبيه للاعبي النادي الاهلي. المسحه كان حضور يا محمد. المسحه مهمه يا محمد، نتائج المسحه ايه؟ ظهرت ولا لسه؟ عايزين الحاجات اللي هي الناس مستنياها. اتفضل يا باشمهندس. نتائج المسحه الاخيره اللي اتعملت من الاتحاد الافريقي يا فاروق، حتى الان يا باشمهندس استاذ ابراهيم لسه لم يتم الاعلان عن نتيجه اجراء المسحه الطبيه، هي تم اجراءها اليوم لكن حتى الان لم يتم الاعلان عن نتيجه المسحه، يعني ممكن يكون مع الساعات القادمه او غدا بمشيئه الله، لكن انا اطمنك ان شاء الله كل الامور تمام. طبعا انت عارف فريق النادي الاهلي واتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه للنادي الاهلي وللبعثه، وحرص شديد جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ ومسؤولي النادي الاهلي طبعا كابتن سيد مع توليه مهام رئاسه بعثة فريق النادي الاهلي، يعني مجهود مضاعف للكابتن سيد عبد الحفيظ. طيب، والتشديد على هذا الامر. الطقس عندك مستمر، الطقس عندك عامل ايه يا فاروق؟ الوقت اللي انا بكلم فيه حضرتك فيه دلوقتي يا استاذ ابراهيم درجه الحراره 34 درجه ونسبه الرطوبه عاليه جدا، ومن المتوقع ان درجه الحراره يوم المباراه هتتراوح ما بين 36 ل 38 درجه مئويه. وكان ليا حديث مع طبيب تغذيه النادي الاهلي دكتور عبد الرحمن سعيد، قال لي طبعا يعني في ظل درجه الحراره العاليه ونسبه الرطوبه هيبقى يوم المباراه طبعا في نوعيه اكل معينه، في نوعيه سوائل ومشروبات للاعبين هتعوض اللي هيفقده اللاعبين من املاح وسوائل فيها. حالة الملعب عاملة ايه النهاردة؟ الفريق اتمرن في ملعب المباراة، نجيلته عاملة ايه؟ طيب ده يمكن الاتصال قطع مع الزميل فاروق صلاح. يعني طبعا طب رجع لنا تاني لنيامي. فاروق طمنا، نجيلة الملعب عاملة ايه؟ الملعب الرئيسي اللي اتمرن عليه الفريق النهاردة يعني. بالفعل باشمهندس، يعني حاله الملعب وارضيه الملعب، يعني الكابتن سيد عبد الحفيظ كان ليا كلام معاه والكابتن سامي قمصان، يعني ارضيه الملعب لم تلقى استحسان الجهاز الفني للنادي الاهلي، الجميع ابدى استياءه من ارض الملعب، لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ قال احنا دايما متعودين على هذه الامور خاصه في الادوار التمهيديه وسوء ارضيه الملعب، واتكلم على ان اكيد طبعا خبرات وشخصيات لاعبي النادي الاهلي هتكون قادرة على التعامل مع هذا اللقاء. نقطة مهمة جدا برضو يا باشمهندس عايز اتكلم فيها، ان النهارده كان في اجتماع لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين ومع الجهاز الفني عقب تناول وجبة الغداء عن طريق تقنية الزوم. اجتماع استمر لاكثر من 30 دقيقة، يعني ما بين 30 ل 40 دقيقة. مستر بيتسو موسيماني طبعا كان بيتكلم مع الجهاز الفني واللاعبين طبعا على المباراة وعلى بعض الامور الفنية، مش انا يعني مش هنخوض فيها، لكن من ابرز الامور طبعا
المشكله اللي انت بتواجهها في مركز 10، غياب مجدي قفشه وغياب ناصر ماهر، وعمليه التوظيف مين هيتم توظيفه في هذا المركز، وهل من المحتمل ان ممكن النادي يلعب بثلاث لاعبين في خط الوسط او اثنين رؤوس حربه؟ دي كانت من اهم النقاط اللي كان مستر بيتس وموسيماني بيتكلم فيها خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين عبر تقنيه الزوم. طبعا في تواصل مستمر من مستر بيتس وموسيماني مع كيفن جونسون وافراد الجهاز الفني والكابتن سامي امصان، بيقف على كل كبيره وصغيره. تركيز بقى والحالة التركيز اللي عند اللاعبين يا استاذ ابراهيم، ده شعار لاعبي النادي الاهلي. طبعا فريق سنوديب واحد من الفرق اللي يعني تم انشاؤه او حديث العهد عام 2014، اعتلى منصات التتويج في النيجر سريعا بالدوري والكاس، واحد من الفرق حديثي العهد. لكن يعني في المباراه الدور ال 64 قدر ان هو يفوز على استاد سيني كونيتشي على بطل لمقدشي وبطل الصومال بهدفين، وحقق النتيجة أيضا نفس النتيجة على الملعب مقدشي وفي الصومال بنتيجة هدفين، يعني فاز في لقائين، لقاء الذهاب ولقاء الإياب، وده يعني بدي دافع للعبة النادي الأهلي عدم الاستهانة بالخصم. دي كانت أهم رسائل الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي امصان للاعبين، عدم الاستهانة بالخصم وضروري تجاوز عقبة فريق سنديب، واحد من الفرق. طبعا وأنا عايز يعني أحطك في صورة أكتر، هو مش من الفرق اللي بتتمتع بشعبية هنا في النيجر، يعني الفريق صاحب الشعبية الكبرى هو فريق الساحل اللي توج بالدوري في النيجر. فاروق، بمناسبة الشعبية، فاروق المباراة مسموح فيها بحضور جماهيري ولا بدون جماهير؟ السؤال ده يا استاذ ابراهيم انا بالفعل سالته اليوم لمحمد شيجا رئيس نادي سنديب، ويعني قال لي جماهير النيجر النهارده كانت تتمنى ان يكون في حضور جماهيري، لكن قرارات الاتحاد الافريقي بعدم حضور الجماهير. قال لي اسم النادي الاهلي، وجود النادي الاهلي، اعتقد ان ال 35,000 متفرج ساعه استاد سيني كونيتشي كانت هتبقى ممتلئه تماما. النادي الاهلي بيتمتع، انا عايز اقول لك بقى يا استاذ ابراهيم، النادي الاهلي بيتمتع بشعبيه جارفه هنا في النيجر من لحظه وصول فريق النادي الاهلي الى النيجر من المطار حتى في كل مكان. الجميع بيسالنا على اللاعبين، يعني ابرز النجوم اللي الجميع بتسال عليها، ابو تريكه وبركات وعماد متعب وعماد النحاس ووائل جمعه، لاعبي النادي الاهلي يعني كتير جدا من جماهير النيجر هنا حافظين لعيب النادي الاهلي، يعني تابعوا مباراه الاخيره للنادي الاهلي امام فريق الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا. الجميع تكلم على هدف مجدي قفشه وفوز النادي الاهلي. ايضا رئيس النادي قال لك اللاعبين كانوا في حاله سعاده لما عرفوا ان الفائز من لقائهم مع فريق مقدشو هيكون في مواجهه النادي الاهلي. ايضا وسائل الاعلام في النيجر هنا تحدثت عن اللقاء، وكان المانشيت الرئيسي لاغلب المواقع او الصحف بطل افريقيا في ضيافه النيجر، وواضح ان هم كمان متابعين الامور. قالوا ان الاهلي بيعاني من غيابات لبعض العناصر المهمه زي مجدي قفشه صاحب هدف الانتصار في البطوله الاخيره، وغياب عمرو السليه وغياب رامي ربيعه، ناس متابعه النادي الاهلي بيتمتع بشعبيه اكثر من رائعه وشعبيه جارفه هنا في النيجر. ده بكره التمرين الاخير مش كده؟ اليوم كان المران الاول على الاستاد سيني كونيتشي، وده الملعب اللي هيستضيف احداث اللقاء يا استاذ ابراهيم. وبالمناسبه هذا الاستاد تم افتتاحه عام 1889، وهو بيحمل اسم الجنرال سيني كونيتشي احد الرؤساء السابقين لدوله النيجر اللي كان تولى الحكم في الفتره من 1974 ل 1986. الاهلي لظروف اقامه لقاء غدا في الكونفدراليه، لقاء في الكونفدراليه غدا على هذا الاستاد بيجمع ما بين بطل النيجر ونادي شبيبه القبائل في الكونفدراليه. تقرر ان النادي الاهلي اليوم يكون يؤدي مرانه الاخير على هذا الملعب، ثم يؤدي مران غدا على احد الملاعب التابعه للاتحاد النيجر، ملعب الجامعه او المركز التقني الخاص بالاتحاد النيجر لكره القدم. هيكون المران غدا في تمام الساعه 3 بمشيئه الله. طيب. شكرا يا فاروق، وان شاء الله لو ظهر اي شيء في اي خبر مهم عن عينات المسحه يا ريت توفينا بيها. شكرا جزيلا ليك، شكرا للزميل فاروق صلاح موفد قناه الاهلي الى النيجر، واعتقد حط حضراتكم في الصوره بالكامل وطمنكم على البعثه.